السلام عليكم يا أول، كيف حالكم؟ معكم المعلمة بيان الرفاعة من أكاديمية ريماس الدولية في سلسلة شرح دروس مادة رياضيات. سنشرح اليوم درس الجمع من منزلتين. هيا بنا يا أول، هيا بنا. سنتعرف في درسنا لهذا اليوم ونجمع عموديا بشكل عمودي وبشكل أفقي عدد يتكون من منزلتين. نظمت مدرسة رحلة إلى حديقة الحيوان. ركب في الحافلة الأولى 31 طالبا، وفي الحافلة الثانية 27 طالبا. ما مجموع الطلبة في الحافلتين؟ الحافلة الأولى 31، والحافلة الثانية 27. بدنا نجمع ونعرف مجموع الطلبة في الحافلتين. بدنا نجمع ونعرف مجموع الطلبة في الحافلتين أفقي وعمودي. 27 زائد 31 بشكل أفقي، وبدنا نحلها بشكل عمودي. هلا بدنا نشوف 27 زائد 31 حكينا يا أول إنه عندي آحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. آحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات، هيك إحنا بشكل أفقي. أفقي 7 بدي أجمعها مع مين؟ مع الواحد. آحاد مع الآحاد، 7 أجمعها مع الواحد، 7 8. 2 زائد 3 2 بمخي، أو 3 بمخي و2 عايدي، 3 4 5 58. طيب نيجي نحلها بشكل عمودي. عمود طلعوا الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. 27 زائد 31 الجمع عددين من منزلتين، أحد مع أحد وعشرات مع عشرات. طيب الأحد تحت بعض بجمع 7 زائد 1 8. هلا بدنا نحل على السبورة ونشوف 2 زائد 3 3 4 5 58. إذن زي ما حكينا يا أول، الطريقة الأولى أجمع عموديا، أجمع الآحاد ثم هاي الآحاد تحت بعض زي ما احنا شايفين، والعشرات هاي الآحاد وهي العشرات. جمعت الآحاد وجمعت العشرات، هنا أجمع الآحاد ثم أجمع العشرات، هنا أجمع آحاد مع الآحاد ثم العشرات مع العشرات زي ما تعلمنا في الدرس الماضي. نفتح يا أول على صفحة 13 ونبدأ بحل العدد المسألة والعددين من منزلتين. العددين جمع عددين من منزلتين، من منزلتين يا أول. هيا بنا يا أول بشكل عمودي، بشكل عمودي زي ما إحنا شايفين. آحاد عشرات، آحاد عشرات، آحاد وعشرات. 56 زائد 12 الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات. 56 زائد 12، تعالوا نجمع، نبلش بالآحاد. نبدأ ب
دائما يا أول بالآحاد، نبدأ بالآحاد، أجمع الآحاد أولا ثم أجمع العشرات عموديا أو أفقيا. 6 + 2، يلا 6 بمخي واثنان على إيدي. 6 7 8 6 7 8 6 7 8. إذن أصبح الجواب 8، جمعت تحت بعض 6 + 2 = 8. 5 + 1، هون خلصت الآحاد، بدي أجمع العشرات، بدي أجمع العشرات، بدي أجمع العشرات. 5 + 1، 5 5 1، اجمعوا مع بعض، 1 2 3 4 5 6 5 6. إذن 5 + 1 يصبح الجواب 6. أصبح الجواب عندي يا أول 68. 68 68. المسألة الثانية برضو يا أول، عندنا آحاد مع عشرات والجمع هنا عموديا، الجمع عموديا بشكل عمودي، بشكل عمودي. 4 بجمع كل عدد واللي تحته، 4 + 1، هاي 4 بزيد عليها 1 1 2 3 4 5. أحسنتم، 4 + 1 = 5. 3 + 2، جمعت الآحاد، هلا بدي أجمع العشرات. 3 + 2 هي 3، 1 2 3 و2 4 5. 3 + 2 = 5. إذن أصبح الجواب 55. 55 هنا 68. شرحت يا أول أنا هنا بشكل عمودي، سنكمل بشكل أفقي. نكمل يا أول جمع العددين من منزلتين، لكن بشكل أفقي، بشكل أفقي، بشكل أفقي. هيا يا أول بشكل أفقي. الآحاد مع الآحاد، الآحاد مع الآحاد، آحاد مع الآحاد، نجمع 4 + 4. يلا يا أول اجمعوا معي، 4 + 4، 4 مع 4، 1 2 3 4 5 6 7 8. ماذا أصبح الجواب بالآحاد؟ 8 8. خلصنا الآحاد، نروح للعشرات. 4 وعندنا 5، خطين تحت العشرات وهون خطين. 4 + 5، 4 + 5. يلا يا أول اجمعوا 5 مع 4، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الجواب 9، أصبح الجواب 98. 98. ننتقل للمسألة الثانية، 74 + 13، أيضا الآحاد مع الآحاد، الآحاد مع الآحاد، 4 + 3. يلا يا أول، 4 + 3، 1 2 3 4 5 6 7. ماذا أصبح الجواب بالآحاد؟ 7، أصبح الجواب 7. خلصنا الآحاد، نذهب إلى العشرات. 7 + 1، نذهب إلى العشرات. 7 مخي، رح أحط الواحد وين؟ على إيدي. 7 أكمل عد، 8 7 8 7 8. إذن الجواب 8.
أصبح الجواب 87. أصبح الجواب 87. ننتقل إلى المسألة 63 زائد 15. 63 زائد 15. آحاد مع آحاد، وعشرات مع عشرات. الثلاثة جمعتها مع الخمسة. هي عندي خمسة، بجمعها مع كم؟ مع الثلاثة. يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8، أو خمسة بإيدي براسي وأكمل عد ثلاثة عيدي، 5 6 7 8. إذا 5 زائد 3 أو 3 زائد 5 في الآحاد 8. العشرات، خطين تحت العشرات، 6 زائد 1. 6 بمخي 1 على إيدي، 6 بمخي 1 على إيدي، 6 7، 7 فقط. 78 أصبح الجواب 78. إحنا يا أول بنحل بصفحة 13، صفحة 13، لساتنا بصفحة 13 بالدرس الثالث، جمع عددين من منزلتين. المسألة الأخيرة 51 زائد 12، 51 زائد 12، أيضا آحاد مع آحاد وعشرات مع عشرات. نبدأ دائما بالآحاد، دائما نبدأ بالآحاد يا أول، دائما بالآحاد. عندي الآحاد مين؟ الواحد مع الاثنين، أو اثنين مع الواحد، ما بتفرق. اثنين بجمعها مع الواحد، 2 زائد 1 1، 2 3. إذا 2 زائد 1 يساوي 3. خلصت الآحاد، سأنتقل إلى العشرات. عندي 5 وعندي 1، عندي 5 وعندي 1، 5 زائد 1، 5 زائد 1، 5 1 1 2 3 4 5 6. إذا بالعشرات 6، ماذا أصبح الجواب؟ 63. هيك إحنا يا أول جمعنا بشكل أفقي، قبل قليل جمعنا بشكل عمودي، بنقدر نحل هاي بشكل عمودي. عليكم يا أول حل الأسئلة معاي وبالترتيب، وحل المسألة اللي في آخر صفحة 13، ومراجعة الدرس، وأي سؤال تقدر تسألوني. إلى اللقاء في الدرس القادم.